مشاهدينا صباح الخير عليكم وأهلا بيكم. أسبوع جديد من أسابيع برنامجنا بيتنا أحلى. يقول الله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. والحقيقة لما بنقف عند ويجعل من يشاء عقيمة بنتأثر وبنحزن، لأن الذرية الصالحة أمنية ورجاء كل البشر في الدنيا حتى الأنبياء. سيدنا زكريا لما دعا ربنا وقال: هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ودي فطرة فطرنا وجبلنا عليها من واحنا اطفال صغيرين. مين فينا ما كانتش بتجيب عروستها وتلبسها وتسرحها وتعملها بنتها وتنيمها جنبها، ممكن كانت تخرج بيها بره. الحقيقه كبرنا وكبرت مشاعر الامومه معانا وجوانا، وبقى حلم كل الامهات انهم يشوفوا خلفه بناتهم. لكن في بعض الاوقات، والحكمه لا يعلمها الا رب العالمين، ما بيتحققش الامر ده. وتنطبق على الست قول الله سبحانه وتعالى: واجعل من يشاء عقيمه. والحقيقة ده بيبقى صعب على النفس لا ننكر، لأن زي ما قلت إن دي فطرة فينا، وعشان ضغوط مجتمع ما بيرحمش حاشر نفسه في حياتك: ها مش هنفرح قريب، ها مفيش حاجة في السكة يا حبيبتي، ها العطلة إيه بقى ومنين، طب ها ما كشفتيش ليه، وأسئلة كتير لا حصرة لها. ومن قصص كتير سمعتها من ستات اتحطوا في الموقف ده بيقولوا: بقينا ما بنرضاش نروح أي تجمعات هربا من الأسئلة دي. الذرية الصالحة رزق ونعمة من ربنا، ومحدش بإيده يقدر يختار نصيبه. يعني العقم ابتلاء من ربنا لعباده بيستوجب الصبر، ومحدش ذنبه أنه يبقى عقيم أو صحيح. فمحدش يحمل حد عبء حاجة هو ملوش علاقة بيها. كفاية على البني آدم العقيم علته، فما تزودش تعبه تعب. لازم نتعلم نكون بني آدمين بجد، نعرف إزاي نتعامل مع بعض، ونعرف إزاي نحتوي بعض ونحل مشاكل بعض. يعني ملوش لازمة نتك على أوجاع بعض، ويعني برضو مفيش داعي أبدا نسألها في الراحة والجاية: مفيش حاجة جاية في السكة يا حبيبتي؟ لأ، لأن لو في حاجة جاية في السكة هتقول من فرحتها ومش هتسكت، وانت أكيد كنت هتعرفي. ومفيش داعي نقول لها: ربنا يكون في عونك يا روحي، والصعبانيات وعاملة قط الأطفال دي ليه، والكلام ده كله. مفيش داعي أبدا الحاجات دي تدعي. عايزة تدعي، ادعي في سرك من غير ما تجدد لها أحزانها وتخليها في موضع الشفقة والصعبانيات. أما الزوج فالحقيقة عليه العامل الأكبر. لو عايز تتجوز ده حقك، محدش يقدر يتكلم فيه معاك. انت نفسك تكون أب، بس ما تجرحش مراتك بكلام صعب، وراعي العشرة والعيش والملح اللي بينكم، وراعي إن كان ممكن انت اللي تكون مكانها. يا ترى كنت هتتحمل كلمة واحدة ولا لأ عن المرأة العقيمة، وإزاي تتعامل مع الوسط المحيط؟ فتابعونا بعد الفاصل.